سؤال، كيف خطبت السيدة العذراء مريم إلى القديس يوسف النجار بالرغم من أنها نظرت البتولية؟ ولماذا خطبت إلى شيخ كبير السن القديس يوسف النجار؟ هي خطبت إلى يوسف النجار لكي يحفظها في بيته وليس لكي يتزوجها كزوجة. بدليل انها قالت بس اعرف رجلا. وهي كانت فتاة يتيمة ملهاش حد تقعد عنده. وكانت بتتربى في الهيكل. والبنت في الهيكل بتتربى الى سن معينة وبعد كده لازم تسيب الهيكل. فخلوها في حزن رجل كبير السن هو يوسف النجار.